برضه الناس اللي بعت عايزه تطمن على النادي المصري. عندي خبر مهم جدا يا جماعه، رفع الايقاف رسميا عن النادي المصري، وده انجاز جديد لكامل ابو علي. ده انجاز جديد لكامل ابو علي. على النظام الخاص بقيد اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وذلك بعد قيام النادي بتسوية المستحقات كلها وسداد المبالغ المستحقة عليها، وبعدها تم رفع قضايا والتي تم رفع قضايا بسببها في الفيفا. المصري سدد كل اللي عليها وأنهى كل المشاكل، وبما أنه عمل كده الفيفا رفع اسمه من قائمة الممنوعين من القيد. كان الخبر موقع يلا كورة نشأ كل الكورة، موقع كل الكورة زميلنا الأستاذ محمد مهدي رئيس التحرير وزملائه كانوا فردوا له مجموعة من التفاصيل المهمة جدا جدا جدا. مبروك لإخواننا بورسعيد وفي النادي المصري، بصراحة يعني حاجة محترمة للغاية وحاجة جميلة. المصري بيسير بخطى قوية وصفقات نارية من العيار الثقيل، وآدي كمان القيد اترفع. آدي كمان القيد اترفع. فمبروك للنادي المصري.